مرحبا بكم مرة أخرى معنا في ميكرو لالا بلوس. مرة أخرى خرجنا للشوارع المغربية في مدينة الدار البيضاء وسولنا بعض الناس اللي صدفناهم علاش بعض رجال المغاربة باش ما نقولوش كلهم ويتقلقوا علينا، البعض منهم ما كتكفيهمش مرة واحدة، خصو جوج مرة وجوج وثلاثة إلى آخره. نشوفوا الأجوبة ديالهم وشنو قالوا لنا في هذا الموضوع. بعض رجال المغاربة ما كيكتفيوش بمرة واحدة، كيبغيو بزاف العيالات، علاش؟ اش غنقول؟ اي قول اش غنقول؟ حد ما كيشوف، حد ما كيسمع بيناتنا. كوميدي ياك، كوميدي. ودابا قول لينا دابا حيت انت كوميدي ومعروف ياك، دابا انت ستار، دابا السيد ستار، قولوا لي علاش بعض رجال المغاربة ما كيكتفيوش بمرة واحدة؟ موج على الحب. كيتموج على الحب؟ وحب الله وحب الأم وحب الوطن وحب الزوجة؟ ضروري، داعي لذا كلام أي الفورفور هذيك من بعد. فكر مزيان قبل ما تجاوب. عينو مزيغة هادشي اللي غادي نقول لك، أنا مكيقتنعوش بالوحدة و وراش نقول لك؟ الخير وفي المخشارة والله. 57 سنة ما عمري تجوز كاع. علاش ما تجوزتيش؟ ما قسمش الله هو الاول وما كاينش معاه. واش غنقول لك دابا؟ المشكل بنادم ما تقدرش تفهمي، فهمتي؟ اش بغيت نقول لك دابا؟ انا بغيت نقول لك ولكن ما عرفتش غنقول لك. حتى انا والله الا بغيت نفهمك ولكن ما عرفتش كيفاش نفهمك. ان شاء الله الا قسم الله، الا قسم شي بنت الناس اللي غتصبر معاك وتقاسي معاك ما كاينش قليل كيش معام. ما انت باغي ولكن ما لقيتيش اللي غتصبر معاك. دابا كون كانوا الامكانيات ولقيتو تجوج بوحده. الحمد لله بخير. كاين حنا بخير، ما تيهمش يطمعوا فيكم. تقول لك نسكن بوحدي صافي. انا ابغى هذا الاشياء عند الله تعالى، حنا ما بغيناش نفكروا في هذا الشيء والله. لا طيحنا في شي وحده اللي غتقول لي تكون بوحدي، فهمتي؟ امين اخويا. ما خصيتش تمشي امين. صح سميتك امين. انت ما قلت امين على الدعوه زعما. هاني مع امين. يمكن السبب ما كيلقاش في الزوجه ديالو الاولى، ما كيلقاش في داكشي اللي بغا، او التفاهم يقدر يكون في الاول، ما كيكونش داك التفاهم في الاول. اللي تكون عنده مراه في الدار مقيمه بالواجب ويمشي للمراه اخرى في الزنقه، داك ماشي راسي. دوك انت واخا تكون عندك الامكانيه تجوج مراه واحده، اه الا كانت مهليه فيك. انا مزوج دابا حاليا. دوك مهليه فيك. المهم واحد 90 لا ما كيوش ولا حسب واش كذب عليك. نقول لك حد الكاميرا، نقول لك 100%. ما تكذبش عليا حيت الكاميرا، قول لي الصراحه. الصراحه انا شوفي كاع ما تكذبش عليا، ربي شاهد. ربي شاهد. المراه فيها على قد على قدها، وحتى انا مهلي فيها على قدي، وما كنفكرش الثاني والثالثه والرابعه. شنو نقول لك؟ سي نورمال. بيان سور سي نورمال. سي نورمال، عادي انه يبغي بزاف العيالات. اييه سي نورمال. ماشي مراته وحده، جوج وثلاثه. في الاوض باش يمشي يفسد ولا شي حاجه، اللهم ياخذ ثلاثه العيالات ولا اربعه، الا عنده امكانيات. يمكن الا ما لقاش فيها داك الشيء اللي المواصفات اللي كيتمناهم هو في هذيك الانسان اللي باغي هو اللي حاط في احلام ديالو، يعني كطلع موفي دافير فهمتي، فيها النقير بزاف، فيها الهضره بزاف، ما كطيب ما كاتش فهمتيني، الزواق وداك الشيء ديال الميديكير وبيديكير ودا نطلع السبت تخلص داك الشيء ما عندناش معاك فهمتي. وانا اللي بغيت ناخذ شي وحده ناخذ لا تعاوليا المهم شي بوش بغيت ريح معاه فهمتي، مع انا اللي عنده فهمتي. اش نقول لك؟ حيت هو كيكون اصلا ما مقتنعش بوحده، هو كيبغي دائما يدير ربعه ثلاثه جوج، اما الا كان غيقتنع بوحده وغيبغيها طول يعني طول حياته ما يفكرش يدير عليها شي وحده اخرى. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ تبغي جوج بوحده ولا جوج ولا ثلاثه شحال؟ انا قلت لي على حساب الامكانيات. عندك الامكانيات اربعه الاولى كي غتكون كاجور، الثانيه تكون بحال البعبوله، الثالثه تكون درايفوم ادبو الصاله ودي، والرابعه خضره في الطعام. دابا انت تبغي مره واحده ولا جوج؟ من عندي انايا، انا وحده بارك علي الله نتكافى معها. ربعه بزاف. او ربعه تاع وحده ونسي مشى لا قضي شي عليها، راك خاصك تكون مافيوزي. المهم ما لقيتيش الكلمات ياك جوستومون اللي تعبر على هاد ما عنديش الحاله هذه. انا كيبان لي عادي. دابا انت مزوج؟ اييه. اذا كان عندك الامكانيات تجوج بوحده وجوج وثلاثه؟ نقدر نتزوج باربعه كاع الا عندي امكانيات. مرات
الوقت اللي كنت كتشوف هاني. ماشي مشكل. ولا لا؟ واه كنقولها لا. تكون لاباس عليها غنتغنى ما بغيتهاش. دوك المرة ديالك خصها تهلا فيك شوية مازال؟ اه تزيد واحد شوية، تزيدها الغيزة. أنا هادو جوج خوت باقي ما تزوجوش، البنات، البنات باقي شو سميتك؟ أنا سميتني الجلالي. الجلالي وسميتك؟ عبد الرزاق. إذا عبد الرزاق وجلالي باقي ما تزوجوش، هذا هو الوقت يلاه، نفرحوا بكم هذا العام. يلاه. على جميع المسلمين. تبارك الله عليكم.